عم نمزح. مرحبا، كيفكن؟ إن شاء الله يكونوا كل مشاهدينا بخير. حلقة جديدة من برنامجنا بتطل عليكم، مسحة صغيرة وأكيد بعد نهار عمل كامل حابين تتسلوا وتضحكوا معنا. منشوف سوا أول مقلب. زميلنا اشترى نادور بس ما كان يعرف كيف بيشتغلوا فيه. شو قولكن، رح يقبل حدا يساعده؟ كيفك؟ تفهم شي بالنادور؟ قال له اشتريتهم بس ما بعرف أغيره مظبوط هيك. تعالوا هون كمان السيارة. تعال هنيك يا لا ما له شي هون هون، ما أنا بدي أفل أنا. اشترى 5000 سوق الأحد. لا فيك تظبطها هيك شوي. شو قصتكم بعد الساعة شايفكم البنية عم تنقلوا علينا؟ لا عم تنقلوا. تعال اقول لك شو عم تفرج علينا؟ ميك يا عمي امي. شو عم تفرج علينا؟ شو عم تفرج علينا؟ شو عم تفرج علينا؟ بالنادور صار لي ساعة شايفكم عم تنقلوا بالنادور علينا. لا امي. بلا. طيب لحظة هيدا كاميرا خطيرة. يا اخي هيدا اشتريته من سوق الاحد اليوم. عرفت كيف؟ قديش؟ 5000. شو بدك بالسعر؟ اول شيء عرفت كيف؟ ما بعرف بستعمله مزبوط. فيك بس تطلع عليها هيك شوي معلش. شوف لهذا البناء. شوف لهذا البناء كيف ما بعرف. هيك يعني هيك. شوف فين؟ شو عم تعملوا؟ هو عم بتطلع علينا. بصوا علينا صار لي شايفتكم ساعة من البيت. شو نحن يا خيي نحن شو؟ أنت عم بصوا علي يا جماعة عم بصوا عليك، احترمي حالك نحن عم بصوا عليك. كيف يعني يا اخي؟ شو نحن مش شايفين؟ هو عم بتبصينا اولاد صغار عم بتبصص عليك ولا شباب؟ عم بيقول لي انه انت عم تبصص نحن جماعة كبار بنحترم نفسك احترمي حالك. عشان عم بتبصص علي كيف عم بتبصص عليك؟ شو عم بتبصص عليك؟ شايفتك مسكت نطفت وضبعت وحبيت تنزل احترمي حالك. احترمي حالك ما تطلع على العالم ما عندك. لا يا عم انت شو كمان بتجي؟ ما قصت هيك ليش؟ مين كان عم بيقول لي مش طب قرب هون تعال نحكي شغله. تعال نحكي شغله. انت كنت عم تبصص عليك. هو انت كنت عم تبصص عليك. قال لي في بنتين حلوين على البلكون. مظبوط يا عم؟ هو قال لي اذا بنتي حلوه بيجي بتجيب نادور لا يا عمي يعني. هو قال لي شوف لي هذا النادور مشتريه بسوق الاحد. قال لي فين؟ بتجي بتجربوا فينا. تعال خذ يا خيي. شو لحظة قال لي في بنتين حلوين، في بنتين حلوين هون على البلكون. قل عنا يا شباب. روح خذ هذا وفل من هون. لا يا عمي ما لي دخل انا. كنت عم تبصبص علي يا عم مستحي انت. كنت عم بصبص علي انا اختي بهيدا. يا عمي شو مين كان عم ببصبص؟ هو قال في بنتين كثير حلوين على البلكون. انا ما انا عم بصبص عليك. انت عم بصبص عليك حالك يا عمي. ارمي حالك انا هلا بعد جاي يا عمي. هو حكاني قال لي شوف لي النظاره. شوفوا كو معي جاي بعت وراه. شوفوا حدا بيعرف يحكي معه. هيدا كاميرا خفيه مسحه صغيره ما شوفوا شيء. فيك مجال تقرب لي يا نادر فوق. شوفي مين قال لك عم بصبص عليك؟ صار لي ساعة قاعدة انا ببيت عم بصبص علي بالنادور ولا؟ لا عم بصبص عليك. عيب عليك. روحي بطريق انت مشي. روحي بطريق نزلي من البيت انا راكد ضايقتني ساعة يعني معقولة عم بصبص علي انا واختي قاعدة بالبيت؟ انا عم بجرب النادور ما عم بصبص عليك. عشو حماية حملوا مين كان انت كنت عم بصبص علي؟ هو قال لي في بنتين حلوين على البلكون هون. كمان بتجي بتبصبص علينا يعني؟ انت كيف بتعطينا هيدا النادور وهيدا البنت هون؟ لا مسحة صغيرة شو؟ طلع فوق. طلع يا عمي طلع فوق. من وين جبتوا لهيدا؟ من وين جبتوا لهيدا؟ اعطيني اياه. من وين جبتوا؟ جد؟ ايه من وين جبتوا هيدا؟ جد؟ لمين هيدا؟ الاخت الصغيره هيدا. جد؟ الاخت الصغيره. عن جد؟ عن جد؟ هيدا الاخت الصغيره من وين جبتوا؟ ايه عن جد؟ عن جد. قول كلمة ثانية. عن كذب. ايه عن كذب. ما شفته. كان عم ببوس من اللي عم طلع البنات من اللي طلع. طلع. كيفك رئيس؟ تمام؟ شو أخبارك؟ مصري؟ لا لبناني من هون. لبناني. اوكي انا لهيتك مصر شو ليه رئيس هذا الموضوع هلا اشتريت المواد فيك تجرب لي اياها بس شوف من هيك على البنايه
شو عم بعمل؟ عم بجرب له النضور. عم تجرب له نضور؟ عم تكذب كمان؟ لا بشوف عم بكذب. صار لي ساعة عم تفرج عليها. انا اي بلكون هيدي؟ اي بلكون هيدي؟ انتوا واقفين هنيك وهنيك بيت عم تفرج على النضور علينا ولا؟ ما قلت لي جرب النضور؟ ما عندك اخوة انت؟ لا لا ما انت هلا قبل شوي انت قلت لي في بنتين حلوين هنيك على كمان؟ مو بنتين ما بتستحق انك؟ انا بستحق. ايه؟ ليش كيف عم تبصبص علينا؟ انا ما بصبص ورا خي وبي يعني؟ لا ما بصبص. كيف ما بصبص؟ لا هو قال في بنتين حلوين هناك كمان انا قلت في بنتين حلوين انت مزحة صغيرة شوفي شو باكي شو شبابي هو اعطاني هو قال لي انطر لغايه شوف شو عم تبصبص علي انا اختي لا عمي هو اعطاني عم بنطر لغايه انا مو نظر عليك وما انت اعطيتني هو شو هو لحظه شوي ما انت قلت لي انطر لغايه قلت لي في النسوان هنيك بنفرج عليهم انا قلت لك يا ولد ايه عم تكذب كمان لا انا مبسوطة بحاله كتير وقرر يتصور صور صغيرة فوتو راح عند المصورين بس شو قولكن يا ترى راح يتحملوا المصورين منشوف سوا معلش إذا صورت بيقول لأنه أنا هيك الباسبور ما بيمشي الحاجة تصور بالعوائلات هلا أني أنا ما بدي إياهم للباسبور أنا شو بدي إياهم بس بدي إياهم مثل صور الباسبور بدي ابعتهم ذكرى لاخواتي بالمانيا وبالسويد بعت لهم اياهم ذكرى يعني اربع خمس موديلات يعني صورنا هيك بالعوينات بدك تصور؟ ما بيطلعوا حلوين؟ مش مبينين عيونك يا زلمه شو عوينات شو اسمه عوينات؟ ما يعني هيك احلى منظر هيك بدك اياها؟ ما هيك قالوا لي انه مبين جقل قلبي العوينات عاد اللي قطع نفس شو هيك برغش عندك برغش هون ما في برغش ما في شيء عم تون فقدان تبوشتنا جد جد سمح انه قلت لي هلا اذا بعمل هيك احسن ولا بضل لا لا ما صار مصور هيك اذا بدك تعمل هيك ما عمل لك بيبعتهم مع اخواتي على المانيا طيب عمل هيك ما بيأثر ما في مشكلة؟ ما في مشكلة جلس من شو رأيك إذا حطيتها من هالمالي أحسن؟ ما بيأثر منيحة كمان خليك بس لا عم تجاني إذا برجع بحط هيدي أحسن شو بهيك عم تصير عم تشتغل يا زلمة شو بهيك أنت؟ بدهم يطلعوا حلوين طيب بس ما لسه ما بدي أنزل أشتغل شو شو عم عطلة كمان؟ طيب يلا خليك يا زلمة بقول لك في شيء عم بنقط بتقول لي لا يا زلمة شو بتصير يا زلمة عم بيعمل مي علي يا زلمة خليها خلصت بهاي يا زلمة شيلها احسن ولا بخليها لك يا خي بدك تشيلها بدك حتى خلصني عم بشغل ما انت اخبر عم بسألك انا لك يا خي طيب بدك تشيلها طيب بين احلى هاي بين شعرات هنا لا عصر شوار، أنا نص شوار، مو في زين، لا حلوين بس شو رأيك مش لازم تشوفها لا خلصني بها يا زلمة شو بيك يا عمي يا ساعة فوق بس نوريك ولا صورة بعد ما بتعرف بدي ابعتهم لبرا يكونوا من هنا طب ابعتهم مطرح ما بدك شو لو رجعنا وقفنا هيك لك يا خي خلص قوم قفل عني بلع في السرير بلع بلقوط روح حل عني يا زلمة اصبر علي على الصباح خلص عمل قصد محل لبيع الانتيك بس شو قولكن رح يشتري منه؟ اهلا وسهلا فيك استاذ اسماعيل اهلا فيك بدي اسألك استاذ اسماعيل عن كيف بتم تحضير الانتيك الـ
الانتيك معترف انه كل شغله وقت اللي بتتعدى عليها فتره من الزمن، يعني فينا نقول 50 60 70 سنه، صارت من الاشياء القديمه وبتقولي عنها انه هيدي انتيك. هلا نحن في عنا هون بضايع بهالمحل اللي هي كلياتها ريبليكاز، يعني مستنسخه عن قطع انتيك كانت انتيك ونحن جينا قلدناها وعملناها بهالشكل بصناعه وبتقنيه انه نقدر نوصلها للزبون باقل كلفه ممكن. وين بيتم تحضيره؟ بلبنان وبخارج لبنان؟ نحن عم نصنع بضايعنا خارج لبنان، وفي اشياء ممكن عم تنعمل بلبنان، بس اجمالا البضاعه كلياتها مستورده ومن اماكن مثل مصر وتركيا وايران ورومانيا، ونتخصص يعني باشياء معينه من النادر انك تلاقيها الا بالاوريجينال الانتيك، لانه نحن اكثر سيد اسمه بزه. نعم بعتني خالي لعندك. مين هو خالي؟ ابو شوقي. مين ابو شوقي؟ انا ما بعرف ابو شوقي. هو قال لي انك تفهم بالانتيك، بدي اعرض عليك شيء. تفضل شو بتريد؟ في عندي 12 صحن من هو انتيك. سوري عم نصور انه بركي بس نخلص تصوير. بس شفني بس عندنا مقابلة بس نخلص. بس شفني الصحن. ما فينا، ما معنا وقت. اذا في مجال هذا صحن انتيكا. وين انتيكا؟ ورجيه وجهه. عندي 12 صحن شيء منيح. سوري يا استاذ اسماعيل، بس بركي منخلص الحلقة وبترجع بتكمل معه. روح يا اخي، روح الله يرضى عليك. معلش مشغولين شوية هلا، في رجع لي بس تنخلص الحلقة انطروا شوية. بنرجع. كنت عم بتقلي عن وين من حضره بلبنان ولا مثل ما كنت عم اقول لك انه معظم الاشياء نحن بنستوردها من الخارج، ومثل ما شايفي في عنا تشكيله كثير مهمه، سافر عنا، اوض نوم عنا، سفره عنا، صالونات. تفضلي شوفي لو ورجيكي شو التشكيله اللي موجوده عندنا. هيدا منسوخ عن اوريجينال فرنساوي اللي هو حقه يعني بيتراوح بين 25,000 و 30,000 دولار الاوريجينال، بينما نحن عم نبيعه بكل يمكن تحت 3,000 دولار. وعندنا هودي البرونز الطريات الانتيك. انا جيت قلت لي انت بعد شوي طبعا. بس بعد ما خلصنا الحلقه اذا في مجال بعد عندنا شيء اذا بدك سعر بعطيك سعر منيح فيه، مش مشكله. هي ما قلت لك عمول معروف نحن عم نصور وعندنا مقابله وقلت لك ريحنا. طيب مش مشكله، بس قال لي هاو كان يتغدوا فين الفينيكيين. بس نحن عندنا مقابله معنا اذا بتنطروا بعد شوي صغيره. بس الله يرضى عليك. بس كنا خلصنا معلش ريحنا شوي. طيب. الله يرضى عليك عمول معروف. طيب يعني برجع بعدين انا ولا كيف؟ ايه بليز خلص بعدين. هلا مشغولين عم نصور. فين من السعر يعني بعمل لك سعر فيه يا خيي. اي سعر هلا معلش خلينا نخلص الشغل اللي عندنا. نخلص يعني كنت عم بتقلي عن اسعارهم. ليك هالتريات مثلا، هودي تريات، هودي خرج يتعلقوا بالصوره. استاذ اسماعيل بدي اسالك عن انواع الحجر اللي بتستعمله. خالي رحت لعنده قال لي كيف بيقول لك سيد اسماعيل هاي كان يتغدوا في الفرانه، كيف بيقول لك مش انتيكا؟ بعد ما خلصنا الكاميرا دايره. انت جايين اليوم انت طالع لي بورقه اليماصيب. طلع خي شو هيدا؟ شو عم تعطيني؟ طلع هي انتيكا ولك هيدا صحن فول بيسوى قرشين. مسحة كاميرا خفية، هي كاميرا ظاهرة بس عملوا معك مقابلة ليه مروا فكرتنا المسحة يعني. لا 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 باميلا وعلي بالفريق معنا. معقولة حدا بيشتري زريعة وما بيهتم فيها وبعد 3 شهور بيرجع تيردها وبحمل مسؤولية لصاحب المشتل؟ منشوف سوا. مرحبا. اهلا كيفك؟ الحمد. كيف صحتك؟ تذكرتيني؟ لا اخذت من عندك البلانت هيدي. ايه. وما بعرف مين كان في هون يعني اياها وقال لي هيدا على ما بتنتزع ما بيصير لها شيء. حطيتها بالبيت، سافرت شيء 6 شهور تقريبا صار لي اخذتها. جيت لقيتها هيك معقوله؟ طيب انا عم بضحكوا على العالم، شو بدي فيها انا هيدي هلا مثلا؟ شو بدي اضحك على العالم؟ انت
حفرتي 6 شهور. ايه بس انا شوفي شو اللي صار، حطيتها جيراني عندهم مزراب بنقط على طول مي. نعم. حطيتها تحته. ايه سئبت ما بعرف شو صار عندهم، ما عاد ينقط بس هيك بصير فيها؟ ما عاد نقط المزراب معقولة يعني؟ مع انه انا قلت كمان بركي شتت بيمشي الحال. اذا ما سقيتيها بالجمعه على القليله مره بتموت. بس هو قال لي ما بيصير لها شيء بتضلها منيحه. مين هو منو هيدا؟ ما بعرف مين كان في شاب هون. مش معقوله من عنا من المشتل الواحد يحكي هيك، لانه بكون عنده خبره على القليله. ما بعرف حكي تيبيع من دفعني حق بلاوي. رحت وجيت لقيتها هيك، شو بدي فيها انا هيدي مثلا؟ انا بلعب كل عشيه بالمشتل، ما في حدا، ما حدا ببيع غيري وانا المسؤوله. ما بعرف مين كان في حد دونوازيل، بس ما بعرف اذا انت. طب انت اذا قال لك بتصدقي انه اكيد ما عنده خبره فيها بيعطيني ببيعني اياها، بيقول لي ما بتنتزع لك شكلي. انا كنت احطها بالصاله وهلا مثلا وين بدي احطها؟ كانت هيدا صار كانه شي سنه مش لا 6 شهور اخذتها انا، ضليت ناسيها من 3 شهور جيت لقيتها هيك. هلا شو بدك يعني؟ ما بعرف شو بدك تعمل، بدلي لي اياها. ما في ابدلها. شو بلانت اخذتيها وجبتي لي اياها ميت بلانت؟ ايه شو بدي فيها من ورا؟ كنت ضحكت علي قلتولي انا ما بتموت. انا بضحك على حدا نحن، انا قلي لي بهديك بلانت بس مش انه. لا بدلي لي اياها. لا ما في بدلي لي اياها. في شيء هيك عندك شيء هيك كمان؟ ايه هيدي بلانت صغيره. ايه لا هي كانت شوي هالقد مثلا انتزعت كشت على الغسيل. لا ما بصير. شو بدي فيها هيدي؟ بعرفني انه شو يعني خشيتوني فيها. شو بدي احطها بالصالون انا؟ شو جاي تتبلي علي هلا ببلانت اخذتيها ومش سقيتيها وسافرتي 6 شهور وجايه هلا؟ طيب انا شو بعمل هلا؟ بدي احطها بالصالون؟ انقي لي هيك شيء هيك يبين واو بالصالون هلا يعني ببلش؟ ايه ايه لا مش ببلش، ما رح اعطيكي هيدي. بتعطيني هاي بنقي لك وحده هيك شكل للصالون؟ وين المشكله؟ كيف ما هيدي انت تحطيها بالصالون عنديك؟ ما بحطها بالصالون. طيب انا بحطها بالصالون يعني؟ واحد بيشتري بلانت بيهتم فيها بيسقيها بحطها بالدار. اضطريت سافر وحطيتها قلت لك تحت المزراب، ما نقعت المزراب. قال الله اليوم شو عندك له؟ اي مزراب الجيران عندي. شو جاب المزراب للبلانت؟ لا ما انا حطيتها تحته قلت بتنقط عليها. بينزل لا بينزل بس ما بعرف شو اللي صار عندهم، ما طل ينزل مي، انتزعت. قال لي ما بتنتزع. رايحه وجايه مبسوطه فيها، بتكون كبرت، قلت تكون صارت شجره حطها بال تحت المزراب. ما بتموت تحت. ما انا قلت 3 شهور بتصير هيك شجره بحطها بقلب الصالون مبين مرتبه. بتعرفي انا مش مرقعه راسي. انا شو جايين تضحك علي ببلانت يعني؟ ترمي حالك ماموزيل، ما بريد حدا نحن بالمشتل اللي عنا يقول عم تضحك، احنا ما بنضحك على حدا. إيه طيب ليش قال لي ما بتنتزع؟ لانه انت مش عارفه معيشتيها، بس ما تقولي عم تضحك علي. كيف مش عارفه؟ انا قلت بيجي مبسوطه فيها، بدي اجيب لها سعداني نطنت عليا. ايه شو بعمل فيها هيدي؟ اذا بدك بروح انا بنطنت عليها يعني، اذا هالقد مالي بتصيروا اثنين. انا بصيروا اثنين. لا شو بدي فيها هيدي؟ نقيلي شي شجره. شو بيطلع منك؟ ما عندي مشكله. نقيلي هيك شيء مزهر كمان. كمان مزهر؟ ايه انه بدفع حقها بعطيكي هيدي انا. شو بدي ادفع حقها؟ ما بعطيكي هيدي انا. بديها هالبلانت. شو بدي فيها انا؟ هي ما بحطها بالصالون. احلى معيط هلا للشباب هون. ايه عيطي له تخبره عم تضحك علي بالبلانت يعني بتردي لي اياها؟ جاي من اخر الدنيا انا تعرضت لك اياها، شو بدي فيها؟ يه 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 زمت. شو بدي فيها انا هيدي؟ السياره بدها برشيك جاي تحرجيني على بلانت؟ ايه ما انتم خشيتوني فيها، بدي احطها بالصالون انا. ما في اعطيك انا غيرها، هيدي بلانت. شو بعمل فيها؟ خديها معك. نقي لي شي شجره من عندي. ما في نقي لك شجره منيحه هيدي بلاح. قعدتي تبهدليني هلا واحترموا حالكم ونصابين، احنا منا نصابين هون. طيب شو بعمل فيها هيدي؟ ها قولي لي. خديها معك. شو بدي فيها؟ بدي احطها بالصالون انا، اعطيني شي شجره مثل الخلق. اعطيني شي شجره احطها بالصالون. بركي بتعطيني 2 هيك بحطهم قبيل بعضهم. كمان كنا بوحده صرنا ب2. انه شو بعمل فيها؟ ضحكت علي مبسوطه جاي عندي شجره بالبيت. لا جايبه اصحابي من برا فرجيهم عليا. ضحكت نحن ما بنضحك عليك. بلا غشيتوني بالبلانت. لا لا. شو بدي فيها؟ لا غشيتوني بالبلانت. غشيناك نحن غشيناك. ايه ما بدي اياها، ردي لي اياها، بدي لي اياها هلا. ما رح رد لك شيء. نقي لي الشجره حلوه. ما رح رد شيء. شو بدي فيها هيدي؟ ناقصني كل نهار بالشمس وشاب وجايتيني. ما انا هلا نقعتيني يعني، كنت قاعده بلايسيني اعطيني مثلا كرمال. ديلي لي اياها وخلصيني. ديلي لي اياها وخلصيني دفن. شو بدي فيها؟ انا مش حقدلها. شو بدك تعملي؟ شو بدي فيها مثلا انا هيدي؟ شو بعمل فيها؟ وين بحطها؟ صفلي حطيها مطرح ما بدي. طب اقول لك اذا حطيتها حد الكاميرا هونيك مثلا بتطلع حلوه؟ اي كاميرا؟ مسحه صغيره بس هونيك تطلعي. هونيك ورا اقول لك بتظبط مع اثنين شجرتين هيك حط بعض. بس إلي لا باي لها. إلي لا باي لها الكاميرا. هيدي مسحة صغيرة. شوف
عم نمزح. ممثل جورج دياب قرر ما بقى يوقف سيارته بأي موقف، شو أقولكن ليه؟ يعطيك العافية. ألفين ليرة. اسلموا. صف لي يا هون، قرب برجع على الريال أسلان. جير 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 مثل ما انت. ايه بس تكر هون بأرضه، خلص بس تكر تكر بأرضه، خلي المفاتيح فيها إذا بتريد. أنا واصل شوي هون على ننزل على البنك. لكن بأي سيارة بنجيب الغداء؟ ما في ولا سيارة. لا ولا سيارة فيها. طب الله معك سهل انت. يلا. روح بهيدي يلا. لا لا يا معلم شو روح بهيدي؟ لا ما بنقبل شو روح بهيدي؟ أنا واصل على البنك شوي وراجع. واحد يطلع فيها السيارة فيها أغراض عم بقول لك بحملك المسؤولية. خلص مش واصل. بس من جوني بدي أنت ما خلص عم بحكي مع الزلمة. بس بدنا نجيب الغداء. أستاذ بتروح تجيب الغداء بأي سيارة مش بسيارتي إذا بتريد يعني. أنت لأمتى واقف هون؟ عم تقول لبعض الظهر. هو نص ساعة يروح ويجي. أنا قلت لك لبعض الظهر قلت لك نص ساعة وبرجع. كل حيل أعطيني. روق خلص. أعطيني روق بالك يا عم. خيمة بديش أعطيني. روق طيب ليش معصب أنت؟ خلص حنوصل نص ساعة ونجي. لا ما بقبل. لا خلص بيطلع معي هو. بيطلع معي هو بس ليوصل يجيب الغداء ويجي. بتضلنا نضل بالاكل شو بقى؟ يلا سعيدي يا عم قصتي. خلص يا ليلى خلينا ناخذ المفاتيح يلا. طب زعلت يعني؟ طب خلص عم نمزح عم نمزح معك عم تجيب المفاتيح. وين 2000؟ برنامج مزحه صغيره كاميرا خفيه. ولا في الكاميرا وين هي هون؟ استاذ جوز انت بتمزح معك اذا انت حبيب قلبي. وهلا صار لازم ودعكم وقلكم باي، على امل تكون حلقتنا اليوم عجبتكم، واكيد بتمنى لكم سهره ممتعه. باي.